أخبار اليوم. حضرتك ستقدم الإشارة، هل تقدمت البلاغ للنائب العام ده؟ بالتأكيد النهاردة سيتقدم بلاغ للنائب العام وبلاغ للجنة العليا للانتخابات. للانتخابات طبعا. الحاجة الثانية، أنت بتقولوا إنه هو بيتحالف مع جماعة الإخوان عشان ينزل أعضاء، هل برأيكم منذ الشخصي أو برأيكم إنه هل ده يعد اختراق للانتخابات؟ اختراق للأمن القومي المصري. انتخابات تتراجع امام الامن القومي المصري. اذا هي لانه اي شكل من اشكال الاستدعاء للتنظيم يتجاوز اراده الشعب المصري التي قرر فيها حظر التنظيم بقرار سيادي. لانه من لا يعرف معنى 30 يونيو عليه ان يتذكر انه هذا الشعب العظيم خرج بثورته على هذا التنظيم وهو في الحكم، وبالتالي فهو اصدر قرار الحظر التاريخي باراده شعبيه جماعيه لا يملك فيها احد ايا من كان من موقع السلطه او من خارجها ان يطالب بعوده لهذا الثوره. السؤال لحضرتك الثاني وده الاخير، حضرتك اتكلمت لمحمود صبري هو ممول جماعه الاخوان. نعم. ما الدليل على ذلك؟ لو كان لكم دليل هتقدموه. لا حضرتك بقى الدليل ده اسال فيه كل اللي تعرفه من الاخوان في الكويت يعني عشان يقولوا لك حجم الانفاق اللي بينفقه على التنظيم. احنا نقدم المعلومات ولما يبقى في عند حضرتك رد عليها او رد ليها احنا هو ممول الجماعه. المشاهد دلوقتي يفسر ده ان يعني النجاح بيلوح لقائمه حب مصر، فممكن يفسروا ان ممكن ان قائمه التحالف الجمهوري قد يكون فيها تراجع للتصويت عليها او المؤشرات بتشير لده، فان احنا قدام دلوقتي مثلا قوائم غيرانه من بعض او مش عارف. يا الموقف يتجاوز مين اولا؟ هاني نحاس صدى البلد. يعني الموقف يتجاوز حدود المشهد الانتخابي حقيقه، لانه المشهد الانتخابي هو ظرف مؤقت ولا يمكن ان يكون يمثل شيء يعني ذو قيمه لدرجه ارتكاب جرائم الخيانه العظمى. يمكن ان نقبل باي شيء، احنا تعرضنا لسرق قومي نصب علينا لمده 10 ايام اتقيل فيه ما في الخمر ولم نرد عليه. معنى كده ان احنا حتى في اطار المنافسه الانتخابيه ممكن نحتمل اي حاجه. امير رشدي من قناه الطريق، في حالة تورط أو إثبات تورط انتخابات حكم مصر بالتحالف مع الإخوان، هل سيتم إلغاء الانتخابات أم سيتم استبعاد قوانين حكم مصر؟ لا إحنا ما نعرفش إيه النتيجة، لأننا كل اللي هنعمله إننا هنقدم هذه المعلومات في إطار أو دولة القانون للجهات المعنية للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية للقانون، لكن تصرفهم هم إحنا ما نعرفش يعملوا إيه. سمر نبيه صحفيه من جريده الوطن. كان اللواء سامح سيف اليزل واسامه هيكل كانوا قالوا في تصريح سابق لينا ان هم مسافرين الكويت والسعوديه في اطار الحمله الدعائيه عمليه الدعايه للقائمه هناك، تمام؟ وده تم بالفعل يوم الخميس اللي فات، يعني اللواء سامح سافر هو استاذ اسامه يوم الخميس الماضي. ما هي قايلين على تمام، هل واعلنوا ده بشكل علني؟ يعني ما كانش سر، انا مش في صف القائمه عشان حضرتك ما تتهمنيش بالاخر. فهل هم عندهم وعي كافي بمين محمود صبري؟ احنا ما عندناش وعي ومين هؤلاء، ولا مجرد ترويج؟ فدومت كانوا دول هؤلاء اللي كانوا موجودين في الساحه قدامهم وفي المشهد بس. يعني الحقيقه يعني مثل هذا ينبئ بحاجتين، يعني ان اذا كنا احنا بنتعامل مع الناس دون فرق مع من نتعامل فهذه كارثه، لانه ممكن بقى يبقى مسموح لنا بالتعامل مع اي عدو باعتبار انه شيء طبيعي ان احنا نقابله ونقعد معاه ونتكلم معاه وبعدين نكتشف ان احنا بنعديه جهل. ده وضع كارثه. الكارثه الاعظم ان نكون نعلم وقد قبلنا بالجلوس، وواضح جدا ان المساله فيها صفقه وفيها تلاطم، لانه المؤشرات التي تمت في اليوم الاول للانتخابات بتنبئ بهذا بشكل يقيني، واحنا بنجمع المعلومات طبعا، لان عندنا معلومات جايه لنا من السعوديه ومن الكويت ومن دول اوروبيه في اطار انه التنظيم نزل بكوادره وبنساءه في محاوله للتصويت لقائمه حكم مصر، فالمساله اصبحت تتجاوز بقى ايه الظن لليقين. انا سؤالي بسيط جدا، تورط القائمه ولا تورط الدوله؟ لا طبعا تورط القائمه، الدوله تظل في منها وفي هامتها المرتفعه لان الدوله اكبر من اي اشخاص فيها. انا اسمي راضي من موقع اسمه عبد الله، عايز اعرف الصفقه ايه الاخوان هيستفيدوا ايه لما يستفيدوا يعني اعتقد ان لما شرحنا الثالوث الذي يتحدث مع بعضه البعض الان سواء في رجال الفساد والاستبداد او في رجال المال المتواطئين مع الولايات المتحده الامريكيه
التي تسعى للصناعة التوظيف وأن يكون هناك شكل من أشكال الربط بين الثلاث أطراف، نعلم حين ينفذ هؤلاء للبرلمان ما الذي سيتبنونه من أجل الصفقة. أعتقد المسألة محتاجة بس إن شاء الله نتكلم شوية. أميرة الفريق جريدة بريكي نيوز، عايزة موقف حضرتك من المصالحة وموقف حضرتك لو قررت الدولة التصالح مع جماعة الإخوان لما يتورطوا في العمل. التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية أعلن موقفه أكثر من مرة، ونحن في هذا نحترم القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي حين يسأل ويحاسب بهذا السؤال في الوقت الدول الأوروبية وأمريكا، الدول التي تتأمر على مصر والأمة العربية، حين يقول لهم أن الأمر ليس معي وإنما هو مع الشعب المصري. الشعب المصري هو الذي خرج في ثورة في 30 يونيو على هذا التنظيم الفاشي والعميل والإرهابي، وهو الذي أقصاه من الحكم، وبالتالي فإرادة الشعب المصري في 30 يونيو هي حظر هذا التنظيم في الثورة عليه، والذي يعلم معنى ذلك على المستوى الدستوري يجعل أي سلطة تأتي بعد هذه الثورة ملتزمة بقرار الشعب المصري، فالأمر لا يحتمل أن يكون هناك من يأخذ القرار نيابة عن الشعب المصري.